بين جسر دبي وجسر الواطي مسافة بعيدة نسبيا، وجريمتان وحشيتان وقعتا مترابطتان مبدئيا. فبعد منتصف ليل الخميس الجمعة بقليل وعلى مقربة من الجسر المؤدي من دبي إلى أنطلياس، عثرت القوى الأمنية على جثة ألبير النشار عازب من مواليد 1959، وهو مسؤول الأمن في إذاعة صوت لبنان الأشرفية. ظنت أولا أن سيارة صدمته، لكن سرعان ما تبين أنه تعرض لإطلاق نار بواسطة مسدس من خلف أذنه باتجاه رأسه، وسلب مبلغا ماليا كان بحوزته يفوق 2000 دولار أمريكي. والأخطر أنه رمي ببرودة أعصاب من سيارة أكملت طريقها مسرعة من دون أن يتمكن أحد من تسجيل مواصفاتها. وإلى مستشفى هارون نقلت جثة النشار ليلا، ليحضر الأهل نهارا مفجوعين لا يصدقون ما جرى. نحن عم نسأل وعم نطلب أنه كيف ممكن عتوستراد مكتظ على منطقة مثل دبي ينرمى شخص مقتول وينترك وما حدا يتطلع فيه؟ هيدا عم نسأل، وين الرقابة؟ وين الدولة؟ وين الأمن؟ هيدا عم نسأل، ومين بدنا نسأل؟ وين بدنا نروح؟ القصة لم تنتهي هنا، فقرب معمل الرخام في جسر الواطي عثرت القوى الأمنية أيضا بعد وقت قليل من العثور على النشار على جثة شاكر عبد النور من مواليد 1963، متأهل وله 3 أولاد ويعمل في إحدى شركات الأمن، إلى جانب عمله كسائق عمومي بواسطة سيارة استأجرها. عبد النور كان خرج من منزله في سد البوشري مساء الخميس سعيا وراء زبائن التاكسي، ووجد وقد سلبت منه سيارته ومبلغ مالي يفوق 600,000 ليرة لبنانية. وبحسب آخر المعلومات الأمنية فإن الترابط بين الجريمتين قوي، إذ إن طريقة التنفيذ هي نفسها بواسطة رصاصة عيار 7.65 ملم من مسدس تشيكي يستعمل عادة في عمليات الاغتيال ويزود بكاتم صوت. جاء تليفون الساعة 10:30، قام راد على التليفون، كانت بنت عم تحكي، قلت له بابا وين رايح؟ قال لي ناطرتني وحدة على المتروبوليتان. قلت له اوكي بابا انتبع على الطريق، مشي عادي يعني مثل كل يوم بيمشي بهالوقت، بروح بيتكس برجع على البيت على الوحدة. ضاربينه كتير مبين، وانا نزلت على البراد اصلا وشفت المنظر، يعني رصاصة من هون طالعة من هون، مجروح كله عميلة وحدة. بعد كل ما تقدم لا يمكن القول إلا أن الفلتان الأمني بلغ حدا لا يحتمل، بحيث باتت أرواح المواطنين تصطاد بطريقة عشوائية لترمى عند قارعة الطريق. فهل ثمة من يرى من المسؤولين الأمنيين ما يحصل؟ وهل سيجيب أحد على أسئلة الأهالي المفجوعين؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة من قبل المرجعيات الأمنية، لأن أرواح الناس تبقى الأثمن والأهم. جوني تانيوس، MTV.